انا بس عايز انا في نوع فكره عندي عايز اوصلها لحضرتك. لما فضل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضرتك ممكن تعدل لي القصه دي، كان مريض وكان حد هيأم الصلاه، ابو بكر. والقصه بتقول انه قال انه خليه فلان لان فلان اسيف كثير البكاء، ابو بكر. ابو بكر حتى في قياده او في امامه الصلاه الرسول اختار من راه اصلح. صح، لان شروط الامامه ما كانت، يعني كان ابو بكر اسيف او كثير البكاء، فما بالك بشروط قياده امه؟ هل كانت تصلح جماعه الاخوان المسلمين للحكم في مصر؟ جماعه الاخوان المسلمين كانت تملك ثروه كبيره جدا من الطاقات والامكانات. تمام. كانت تملك ثروه كبيره جدا من الطاقات والامكانات، لكن حكم مصر لا يمكن أن يكون حكرا على جماعة أو على تيار أو على مؤسسة بعينها. مصر نجاحاتها الدائمة المستمرة في مكوناتها الكاملة. هذا يعني ما كنا كانت تصلح ولا لا؟ كانت تصلح، كانت تصلح، لكن لا تصلح وحدها، لا تصلح وحدها لقية أم، لا تصلح. ولكن ذو القرنين النموذج اللي ذكر القرآن، لما ربنا ذكر أنه إيه، وذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يجرم جرم فرد، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هيدوا له فلوس يعمل لهم سد. قال لهم لا، أنا مش عايز كده. أنا عايز أمة، مش عايزك أنت تشيل الأنبوبة على بتاع البوتجاز وتطلعها له في الدور الخامس، وأنت تجيب له الخبز، وأنت تعمل له الطريق، وأنت تعمل له. ما قالوش لا، قال له أتوني زبر الحديد. قال انفخوا حتى جعلناه. قال آتوني. هم اللي عملوا كل حاجة. استنهاض الأمة وتشغيل الأمة واستثمار طاقات الأمة هو مفتاح النجاح الوحيد. لكنك تنوب عن الأمة في أنك أنت تصلي لها وتعمل لها وتشيل لها وتغسل لها وتنظف، ده مش منهج الإسلام أصلا، وده مش منهج الحكم أصلا. ده ممكن ينفع في مجال دعوي، ممكن ينفع في حارة دعوية، ممكن في خدمات، لكن الحكم الرشيد في الإسلام أن تستنهض طاقات الأمة لتقوم الأمة بواجباتها. لكن أن تنوب أنت عن الأمة في أمورها، هذا لم ينجح ولن ينجح لا قديما ولا حديثا. وصلت الرسالة كده؟ كانت تصلح برضه دكتور؟ يمين جماعة الإخوان كانت تصلح لو قامت بهذا، كانت تصلح لو قامت، ولكنها لم تقم. وإذا كانت فاتورة الحكم صعبة ودموية أحيانا، يعني فاتورة الحكم صعبة ودموية وبعد الثورة، صحيح معاك، صحيح معاك، وكانت في خلاف، ولذلك الحق ينتصر أو يتأخر النصر أحيانا، لأن الخير فيه بعض الشر أو الشر فيه بعض الخير. تاني ولا واضحة؟ لا مش واضحة. لأن الخير فيه بعض الشر، ما هو مش ليس كل الناس على قلب واحد، وليس كل الناس على نية واحدة. إذا كان ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، فالإخوان ما فيهمش حد يريد الدنيا؟ لا، فيهم اللي يريد الدنيا، وفيهم اللي يريد المنصب، وغيرهم وغيرهم، والثوار نفس الكلام، لم يكونوا على قلب رجل واحد، وبالتالي هذا الخير لم يكن خيرا عميما، ولكن كان خير مدسوس، خير في غبش، لم يكن خيرا خالصا. حتى الشر اللي موجود اللي كان في الجانب الثاني كان في بعض الخير، ولغايه النهارده بعض الناس بيظهروا بصوره رائعه جدا رغم كل التضحيات، وليسوا اسلاميين ولا غير ذلك. وبالتالي بنقول احيانا يتاخر النصر لان الشر فيه بعض الخير، او لان الخير فيه بعض الشر. واحيانا يتاخر النصر لان القلوب ليست على هدف واحد وليس على نيه واحده، ولكن قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وانت عارف وانا عارف الناس ليسوا سواء، والاخوان ليسوا معصومين وليسوا انبياء، وفيهم منهم من يرضينا ومن الاخره، ومنهم اصحاب مصالح واهواء، ومنهم صادقين وعباد ومجاهدين زي كل الناس. لكن من يدعي لهم القداسه وانهم لم يخطئوا وانهم لن يخطئوا ليس عاقل اصلا ولم يفهم، ولكنهم يخطئوا ويصيبوا. ولكن ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. صحيح.